أهلا وسهلا، حياكم الله. أكيد كلكم تتساءلون عن ما هو نظام العمل المرن. العمل المرن هو نظام عمل أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير حلول وظيفية وأساليب عمل حديثة تلبي احتياجات صاحب العمل وتتوافق مع ظروف الباحث عن عمل أياً كان، موظف، خريج، طالب، ومناسب أيضاً للموظفة الأم اللي تفضل أن تعمل بشكل مرن. العمل المرن نظام يستهدف أصحاب الأعمال والباحث عن عمل بمزايا تتلائم مع احتياجات الطرفين، حيث تتيح لأصحاب الأعمال احتساب الأجر على أساس الساعة، سد الاحتياج للمهام التي لا تحتاج دوام كامل، لا يوجد مكافأة نهاية الخدمة، إجازات غير مدفوعة التكاليف، احتساب الموظفين في برنامج نطاقات، وتوفر للأفراد أسلوب عمل مرن يتيح لهم إمكانية العمل بأوقات مختلفة بحسب الظروف. التسجيل في التأمينات الاجتماعية، توسيع شبكة العلاقات المهنية، اكتساب خبرات ومهارات، زيادة الدخل بصورة نظامية. حتى هذه ما نسيناها، العقد موثق إلكترونياً عبر منصة العمل المرن، واللي تعتبر منصة لتوثيق العقود بعد ما تحصل على عرضك الوظيفي عشان نضمن حفظ حقوق جميع الأطراف. العمل المرن حلها.